فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. هنا وقفنا عند صلاة التسبيح، أي أيضا صلاة التسبيح. قال يا عباس رسول الله: ألا أهدي لك، ألا أمنحك في شعب الإيمان، ألا أزودك، ألا أهب لك، ألا أعطيك، ألا أحبوك، صلي 4 ركعات من الليل شئت أو نهار، فإذا كبرت فاقرأ، فإذا كبرت فاقرأ ما شئت، فإذا فرغت من قراءتك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع 10، وفي الرفع من الركوع 10، وفي السجود 10، وفي الرفع من السجود 10، وأيضا وبين السجدتين 10، وفي السجدة الثانية 10. نعم، أريد أن أفهم على الآن الفرض لم يدخل. نعم نعم، قلت ما صح أن تقدموه. لو أردتم التفصيل خذوا من المشرفين الآن رقم أنس ومعي، فممكن أنا أزيدكم في ذلك. قال المصنف: هكذا رواه محمد بن رافع مرسلا، ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن إبراهيم بن حكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي في موضع آخر مرسل، وقال المرسل أصح. وهذه فيها دلالة على مسألة صلاة التسبيح، وصلاة التسبيح كما قلنا هو أن يصلي يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم بعد الفاتحة يقرأ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 10 مرات، ثم يقرأ 15 مرة، ثم يركع فيقرأ 10 مرات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم بعد ذلك يرفع 10 مرات، ثم يسجد 10 مرات، وبين السجدتين 10 مرات، والسجدة الثانية 10 مرات، وبعد الرفع من السجدة الثانية 10 مرات، ثم يقوم يأتي بالركعة الثانية، ينتهي 4 ركعات في 300 ركعة. والتسبيح صراحة الخلاف فيها عريض، بعضهم ضعفها وكثير صححها، قلت وصل إلى 40 عالما صححوا ذلك، فنقول بأنها يغفر بها الصغيرة والكبيرة، ويغفر بها ما قدم وما أخر. وفيها أيضا 2 ركعتين في البيت، مخرج السوق ومدخل السوق، وركعتين أيضا داخل المسجد، وهذه قال العلماء إنها سنة، ولو جلس سقطت، والصحيح الراجح أنها لو جلس ما سقطت، يقوم يأتي بها، لأن النبي قال له ذلك. فصلاة الركعتين في المسجد قالوا سنة، ولو جلس سقطت، أما سقوطها فهذا لا يجوز أن يقال بالسقوط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفان: قم فاركع 2 ركعتين خفيفتين، أو قال تجوز فيهما. وأما أنها مستحبة فالصحيح أنها شغل البقعة بالصلاة، هذا الواجب. نعم، وتخصيص قراءة الكهف بيوم الجمعة جائز، وتكلمنا عن ذلك قبل ذلك، وجاءت موقوفات كثيرة صحيحة يعدد بعضها بعضا أنها تقرأ يوم الجمعة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.